والله الحمد لله يعني ممتاز الأجواء وكل تمام يعني من ناحية التحضيرات والهيك يعني لرمضان. والله أروق، بس سبحان الله يعني السنة الجاية الشغل أخف شوي يعني من العام بسبب يعني الأوضاع الاقتصادية وممكن يكون الأوضاع السياسية يعني حتى بتأثر على المنطقة. والله أكثر إشي مطلوب القطايف، يعني قطايف بجوز بجبنة، في القطايف بنوتيلا عندنا، وفي قطايف بقشطة، عدة أنواع يعني القطايف، وفي الكنافة والمبرومة برمى بجبن الكنافة الحمراء، وكثير شغلات سخنة يعني خاصة هون يعني عندنا مميزين بالحلويات التركية السخنة. قبل الإفطار بنص ساعة بصير الضغط عندنا إحنا الشغل بعد صلاة التراويح. الأكثر القطايف بجوز هي اللي ماشية، بعدين بتيجي وراها اللي بجبنة، وبعدين في اللي بنوتيلا، في بالقشطة، في كثير أنواع. قلت لك إحنا يعني بنعمل قطايف. هي بالنسبة للأوضاع الاقتصادية قلت لك يعني السيئة نوعا ما صارت، حتى الأوضاع السياسية انعكست على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وإحنا يعني هون حتى ما مش قادرين نرفع الأسعار، يعني بقينا على الأسعار القديمة مشان تحافظ على الزبائن اللي عندك، مع إنه ربح قليل بس مشان يضلك ممشي المصلحة. يعني الكنافة السخن كله عندنا بخمسين شكل زي العام. يعني إن شاء الله سنة خير على الجميع، وكل عام وانتم بخير، وسنوات قادمة تكون أفضل على الشعب العربي كلياته. رمضان هون هادي والناس هيك بحبوا الحركة، وقبل الفطور بتلاقيهم بروحوا بيشتروا هيك. رمضان إله بهجته بكل هاي الأجواء، بتلاقي الناس هيك حيوية أكتر بالليل. شو الحلويات الدارجة كثيرة في رمضان؟ أكثر إشي القطايف، عليه إقبال برمضان إشي كثير. العوامي كمان نساوي ملولو كمان عندنا هون إشي كثير طيب. قبل على الفطور تقريبا، على الفطور بتلاقي الناس أجا عبالها حلو بتحضر حالها عشان ما تطلعش بعد الأكل، بتلاقيها أجت قبل الفطور وهيك. في ناس بتحب تطلع تتعشى بالليل. إشي هو صار تقليد، هو الأجواء تاعت رمضان صارت إنه خلص لازم حلو. خلص إشي مسك مع رمضان، حلويات مع رمضان. دائما بتسمع إنه في غلاء أسعار، وإنه غلاء على كتير شغلات من الشغلات اللي نستعملها عشان نسوي الحلويات وهيك، بس ما هاد قدرنا نحافظ على إنه ما نغليش كتير على الناس، وإنه نقدر نعطيهم نفس الجودة بنفس السعر بدون ما نعلي الأسعار. إيش سعر الكيلو الكنافة اليوم؟ إسا المشكل 50 شكل الكنافة مع الفطير، مع كتير أنواع اللي هي فيها جبنة، فيها فستق حلبي، والحمد لله بنقدر نشعر بغيرنا من أبو العيال، ونجرب إنه ما نخليش على الناس. أجواء حلوة وبتجنن والله، زي كل رمضان الحمد لله رب العالمين، كله مبسوط وكله عم بيجي وعم بيشتري وعم بقيم الحمد لله رب العالمين. هذا الشهر خلص كل العيلة بتلتام، كله بقعد بس يخلص فطور بتناول هالقطايف عوامي كنافة الحمد لله رب العالمين. خلص موسمها هاي معروفة، موسمها برمضان معروف القطايف، بعد كل لمة بعد كل فطور الحمد لله يعني بيجي وبتشرف. في عندك قطايف جبنة جوز، في عندك العوامي كمان، يعني هذا موسمها معروف يعني بالفعل. هذا موسم إلا هذا موسمها معروف يعني خلص، بالقطايف والعوامي معروفة بس برمضان أكيد. إلا أكيد أنت شفت هاي موجة الغلاء اللي صارت، وإحنا حاولنا نحافظ قد ما بنقدر على الأسعار، بس أنت فاهم كيف يعني بدنا نحاول إحنا كمان نعطي الزبون شو هو بحبه والسعر اللي بحبه، سبعد موجة غلاء هيك بنفعش إحنا كمان نيجي نغلي يعني. إلا أكيد من سمنة، من طحين، من زيت، من كل إشي، من سكر حتى يعني اللي هو الشيء الرئيسي كمان. يعني الحمد لله ماشيين. نحن كمان بدك تعرف انه نحن نمشي حسب الزبون كمان، يعني بنفعش احنا كمان نطير عشان ساعتها ببطل في اقبال، ببطل في ناس تقدر تدفع، ببطل في ناس تقدر تشتري. لا نفس الشيء عند الكل تقريبا، يعني 50 شيكل عند الكل، كله اللي مشكل 50 شيكل. يعني حلويات رمضان نفس الشيء عندك كله 50 شيكل. يعني احنا يعني خففنا شوي صغيره من الارباح بس عشان الناس يعني. اما بعرف انا في كتير ناس كمان، كتير محلات اللي بتبيع اغلى واغلى، بس احنا الحمد لله يعني عشان نمشي مع السوق الحمد لله.